طريقة منع صفحتك على الفيسبوك أو البروفايل الخاص بك في الفيسبوك من الظهور في محركات البحث. عندما يبحث شخص ما في جوجل باسمك لن يظهر له البروفايل الخاص بك. أول شيء نقوم بالدخول إلى الفيسبوك بهذا الشكل، نأتي إلى القائمة، ننزل إلى الأسفل إلى الإعدادات، ومن ثم نأتي إلى إعدادات الخصوصية، تنزل إلى الأسفل. هل تريد ربط محركات البحث خارج فيسبوك بملفك الشخصي؟ تقوم بالدخول إليه بهذا الشكل، تقوم بإزالة، سوف تجد هذا الخيار مفعل، تقوم بإزالته بهذا الشكل حتى لا تسمح لمحركات البحث حتى لا تظهر الملف الشخصي الخاص بك على الفيسبوك. نقوم بالضغط على حفظ بهذا الشكل ومن ثم تأكيد. الآن لن يظهر ملفك الشخصي في محركات البحث جوجل أو أي شيء آخر، أي محرك بحث لن يظهر فيه البروفايل الخاص بك لأنه لن يتم أرشفته من قبل فيسبوك. أصدقائي الكرام، وإن أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بجديد الفيديوهات. دمتم في أمان الله.